هاد المعارضة نورما مقصد حشم على عرضها لبسين اللي صرفات فيه أكثر من 700 مليون ولات كتضربنا ولات كدير غنجبدو لهم حتى حنايا العيب ديالهم هما ما خدموش ودابا ما بغاوش يخليونا نخدمو مي حنايا غنخدمو حنايا غنخدمو بزز عليهم خرجت من المحكمة دابا شنو كاين كنت دزت عند النائب وكيل مالك المشكل واحد اللي كاين هما دابا طلبوا ليا 50,000 درهم ديال الكفالة أو ندخل الحبس ودابا هادشي أنا اللي قلت لهم أنا ما غنخلصش 50,000 درهم الكفالة وخا يقولوا لي 2,000 درهم ما نخلصهاش باسكو ما درت والو داكشي علاش دابا عطاوني واحد المهله ديال يومين نهار الاربعاء عاوتاني غنتقدم